نجم ترجع نشوفوك من جديد بأول الكلوب؟ علاش لي انا دي الفريق هذيك جماعتي ودارنا، انا ديما نقول دارنا خاطر تربيت غادي ملي انا صغير، ملي عمري 10 سنين انا في بارك، معناها البيبان محلوله في الاوقات الكل. نادي الفريق على مدى قريب ولا بعيد؟ وتوا فما حاجه ولا مازال بك كيك؟ الله اعلم اللي فيه الخير. برشا كلام معتز يقولوا حتى هما انتصارات مع الكلوب تاعو. والله يعني قلت لك اللي فيه الخير ربي سهل فيه. الاتصالات مع الكلوب ديما موجوده، حتى كي خرجت قعدت باتصال انا مع النادي الافريقي، كسوا مسؤولين ولا لاعبين ديما باتصال مع النادي الافريقي. يعني قلت لك ديما النادي الافريقي الباب محلول في اي وقت. فما شكون كلمك باش ترجع؟ يعني قلت لك صاروا الاتصالات حتى على الرجوع، حتى على كل شيء. ما بالنسبه للوقت تو الكلوب معناتها ممنوع من الانتدابات، هذه حاجه ما نجموش نعملوها. اي في ديسمبر ما الله اعلم شنو المستقبل. شنو جاوبت انت؟ انا قلت انا ما نقولش ليه، معناها النادي الافريقي بالنسبه للنادي الافريقي ما نقولش ليه، كي حكيوا معايا ما نقولش ليه، معناتها ديما الباب محلول. توا بور لو مومون الكلوب معناتها ممنوع من الانتدابات، ان شاء الله ساعة تتفض الحكايه هذه. انا توا سو كونترا معناتها مع ستراسبورغ، باش نرجع لستراسبورغ على قريب ان شاء الله باش تبدا سيزون. فوالا معناها واحد يخدم ويترينا، وديما قلت لك معناتها البيبان محلوله. اذا كان نعطيو نسبه مئويه بقداش نشوفوك في الكلوب في ديسمبر ان شاء الله؟ نسبه مئويه ما نجمش نعطيك نسبه مئويه، وفي ديسمبر ما نجمش الحقيقه، ما نجمش. اما علاش ليه يعني قلت لك علاش ليه، اللي فيه الخير ربي يسهل فيه.